أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك والله يريد ظلما للعالمين
ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم. أحسنت أستاذ حسين زعتر، شكرا جزيلا لك، طيب الله أنفاسك. نتقدم بشكرنا الجزيل للجنة التحكيمية الموقرة، الأساتذة الكرام رافع العامري، محمد إحسان، سيد حسن، حسين زعتر ومصطفى الطائي على حضورهم الطيب والمبارك معنا في هذا اللقاء، والشكر الموصول دائما لكم أيها الكرام على حسن رفقتكم وطيب عنايتكم. غفر الله لنا ولكم وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل، إنه سميع مجيب. حتى الملتقى بإذن الله تعالى في يوم غد، في إن للمتقين مفازا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في السباق إلى الله. إلى الله. إن للمتقين مفازا.